بسم الله الرحمن الرحيم. مادتنا لهذا اليوم هي الكمبيوتر نتوركس، شبكات الحاسوب، لقسم هندسة تقنيات الحاسوب المرحلة الثالثة. موضوعنا لهذا اليوم هو موضوع المالتيبلكسينج. سبق بالمحاضرة القبلة أخذنا التايبس اوف مالتيبلكسينج وكان ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الفريكونسي ديفيجن مالتيبلكسينج ووضحناه، والنوع الثاني هو الويف لينث ديفيجن مالتيبلكسينج أيضا وضحناه، ولكن النوع الثالث اللي هو تايم ديفيجن مالتيبلكسينج اللي راح نوضحه في هذه المحاضرة. نجي على التايم ديفيجن مالتيبلكسينج النوع الثالث بنوعين، بسينكرونس تايم ديفيجن مالتيبلكسينج واسينكرونس تايم ديفيجن مالتيبلكسينج. راح نجي على النوع الاول، او قبل ما نجي على انواع التايم ديفيجن مالتيبلكسينج خلينا نتعرف على مفهوم التايم ديفيجن مالتيبلكسينج. التايم ديفيجن مالتيبلكسينج التقنية ما تتعامل ويا ديجيتال مالتيبلكسينج. زين، العملية هي عملية تقسيم اللينك، هذا اللينك مالتي، عملية تقسيم هذا اللينك إلى سب ديفايدنج، يعني إلى تقاسيم فرعية، وأخلي لكل شانل، عندي أربع شانلات، أخلي له سلوت خاص به. هذا الجزء أسميه فريم، وهذا فريم الثاني، وهذا فريم الثالث، يعني عندي ثلاث فريمات هنا. أنا بس طبعا هي مستمرة الفريمات، تعتمد على عدد أو على سرعة لكل شانل، حتى أنه أنا أساوي السرعة بالشانل هذه، يعني أساوي السرعة فأقسم الفريمات، أقسمها إلى مجموعة سلوتات، وعدد السلوتات يكون مساوي لعدد الشانلات. هذا المفهوم الأول. زين، بعد ما فهمنا إلى مفهوم التايم ديفيجن مالتيبلكسينج خلنا نجي على انواع. النوع الاول اللي هو سينكرونس تايم ديفيجن مالتيبلكسينج، والنوع الثاني الاسينكرونس تايم ديفيجن مالتيبلكسينج. هسه راح نوضح السينكرونس تايم ديفيجن مالتيبلكسينج. بالسينكرونس تايم ديفيجن مالتيبلكسينج اقسم، قلنا اللينك مالتي اقسمه الى فريمات، وعدد السلوت بالفريمات يجب ان يكون مساوي لعدد الشانلز، يعني كم شانل عندي، 1 2 3، اذا لازم لكل فريم 1 2 3. زين، فهذا واخذ، وكل شانل بسلوت، فاخذ السلوت الاول من كل شانل واجمعه في فريم واحد، اجي على السلوت الثاني من كل شانل اسوي بالفريم الثاني، والسلوت الثالث من كل شانل اسوي الفريم الثالث، وهكذا. إذن أسوي مجموعة فريمات، وكل فريم يحتوي على عدد سلوتات، عدد السلوتات يكون مساوي لعدد الشانل. هاي من شروط السينكرونس تايم ديفيجن مالتيبلكسينج. زين، خلنا نجي ناخذ شكل آخر يوضح لنا أكثر. وعملية نقل هاي الفريمات، شوف بهذا الشكل الأول، نقلها، هاي الفريم الأول وصل إلى الطرف الثاني، عملية توزيع السلوتات، تنطي الأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث، يعني عملية سينكرونايزيشن، تزامن الأول للأول، الثاني للثاني، الثالث للثالث. بس حتى أفصل بين فريم وفريم، راح أسوي هنا، أسوي اكس رابت، يعني الفريم الأول أضيف له اكس رابت، هذا بت إضافي، هذا البت الإضافي أنطيه بي، إحنا دا نقول بت واحد، أنطيه لو صفر لو واحد. فالفريم الثاني الاكس رابت مالته قيمته 1، والفريم الثالث الاكس رابت مالته قيمته 0، يعني يصير 0 1 0 1 0 1 0 1، يعني الى ما لا، الى عدد الفريمات تشوف ايش قد تكون. فهاي الصفر والواحد، هاي الصفر وهاي الواحد يسموه الاكس رابت، يسموه اكسترا بت. الغايه منه انه اني حتى اعرف انه هذا البت بثلاث مقاطع انتهى وزعته، من يجيني هذا الرقم صفر، بمعنى هذا هذا الفريم الاول او فريم هذا انتهى، وراه من اشوف هذا انتهى، اذا هسه بديت فريم جديد، ابدي اوزع السلوتات حتى تصير عمليه تزامن، انه انا اعرف انه هذا الفريم خلاص انتهى، بديت بالفريم الثاني، وخلص الفريم الثاني بديت بالاخر اللي بعده واللي بعده وهكذا. اذا اضيف اكسترا بت، الغايه من الاكسترا بت هو عمليه السنكرونايزيشن، يعني بعض الاسئله يقول لك اخذ بنظر الاعتبار الاكسترا بت، وينطيك انه قيمه الاكسترا بت هو 1. زين، خلنا نجي للشكل اللي بعده، الشكل الثاني هذا. هنا أنا خلينا نوضح أكثر، أو مصطلح جديد يسمون الامتي سلوت. امتي سلوت يعني السلوت الفارغ. شنو يعني قصده بيه؟
احنا مو قلنا عدد الاجهزه هنا بهذا المثال ايش قد؟ 4 1 2 3 4 اللي هي الاي والبي والسي والدي. وايش قلنا؟ الفريمات اقسمها الى سلوتات، عدد السلوتات مساوي لعدد الاجهزه. شوف الفريم الاول ب الواحد اثنين ثلاثة أربعة، فشوف الفريم الأول هو هذا يمثل لي هذا بكم سلوت؟ أربعة. بالأي ثري هنا الجهاز أو خلينا نقول الشانل بي، هذا الشانل بي مدى يشتغل مدى يبث معلومات، يعني ماكو تواصل وياه بالعملية النقل ترانسميشن، متوقف عن عملية ترانسميشن، مدى يرسل ولا دا يستقبل. بس أني بقت بالفريم مخصص له سلوت إله، بس هذا السلوت سميناه empty slot. empty slot. زين خلينا نشوف بالفريم الثاني. بالفريم الثاني عندي في لحظة من اللحظات توقف الجهاز او الشانل سي، هنا انا اشوف توقف الشانل سي وتوقف الشانل بي. فاجي على الفريم الثاني اني خصصت 4 سلوتات، قلنا 1 2 3 4. الاي موجود والدي موجود، بس البي والسي هذا ما موجود، بس خصصت له سلوت مقعد له موجود. بس اني راح الفريم راح، بس راح ما حمل انه كل طاقته، يعني مثل انه عربه، قلنا مثل ما شبهناها بعربه التلفريك، انه عربه التلفريك راحت فارغه، يعني راحت ماخذه بس اثنين. واضحه؟ نجي للفريم الثالث، لا الجهاز الشانل سي اشتغل ايضا، بدا يبث معلومات اللي هو هذا السي، فقط عندي البي ما يبث، إذن عندي فقط سلوت واحد فارغ. بمعنى أنا صار عندي شنو؟ ويست باللينك. هذا اللينك صار قام يصير بي ويست. ويست يعني ضياع. شنو ضياع؟ يعني أكو لحظات يقدر يبث بيها، بس هو دا يحطها فارغة لشانل، خصصها لشانل معين. هذه بمعنى عندي ضياع باللينك ماتي، بالبتريت مال اللينك ماتي. هذه تجاوزناها أو تجاوزوها بطريقة الأسنكرونس تايم ديفيجن مالتيبلكسينج اللي راح نوضحها إن شاء الله بعد ما نكمل السنكرونس. اذا هسه انا صار عندي مصطلحات جديده اللي هي الاكسترابت والامتي سلوت. الاكسترابت لغرض السنكرونايزيشن اضيف بت اضافي بكل فريم، والامتي سلوت انه اني اخصص بكل فريم، هذا الفريم اخصص بكل فريم سلوت خاص بالشانل مالته، سواء كان دا يرسل او ما دا يرسل اني له مقعد خاص له. هذا مبدا السنكرونس تايم ديجيتال مالتيبلكسينج. هسه خلينا نجي نتعرف على السينكرونس تايم ديجيتال مالتيبلكسينج وقوانينه. طبعا هي ماكو قوانين، اكثر المصادر ما تحط لك قوانين، بس يقول لك مفهوم انت شلون تفهمه، بس انا سويت لك اياها بصيغه قوانين حتى تقدر تحل اي سؤال وتفهمها اكثر، وطبعا الرسم يوضح لك اياها بصوره اكثر. نجي قلنا كم شانل عندي؟ عندي 3 شانلات، الاي هذا الاي والبي والسي، يعني 3. وعندي هذا الفريم يحتوي ايضا على 3 سلوتات اللي هو الاي والبي والسي. هذا السلوت اللي نسميه الانبوت سلوت لكل شانل، شو اسميه؟ الانبوت سلوت. الانبوت سلوت. وهذا اسميه الاوتبوت فريم اللي هو يحتوي على 3 سلوتات على عدد الشانلات. بس كل سلوت اللي موجود بالفريم اسميه شو اسميه؟ اسميه اوتبوت سلوت. اذا صار عندي هسه ايضا اجي عليها 3 مصطلحات. المصطلح الاول الانبوت سلوت اللي هو هذا، والمصطلح الثاني الاوتبوت فريم، هذا هو الفريم، هذا الاوتبوت فريم. والمصطلح الثالث اللي هو الاوتبوت سلوت اللي هو هذا السلوت اللي داخل الفريم. زين بعد ما عرفت هاي المصطلحات هسه شنو اللي يجيني يسالني بالاسئله؟ يطلب من عندي او انت تريد تحسب، يعني حتى تصمم او تصمم اللينك مالتك حتى تحسب، انه تحسب التايم فور انبوت سلوت. هذا الانبوت سلوت ايش قد الزمن مالته؟ ايش قد يستغرق زمن؟ التايمز مال انبوت سلوت هو يساوي التايم مال اوتبوت فريم، مو مال اوتبوت سلوت، لا يساوي مال اوتبوت فريم. التايم مال انبوت سلوت يساوي، بعدنا جينا بالاخير هنا بالقانون، التايم مال انبوت سلوت يساوي التايم مال اوتبوت فريم. زين شلون احسب التايم مال انبوت سلوت؟ بعلي راح اعطي هنا ارقام راح اصيغها كانه بصيغه سؤال. راح اقول الشانل الاول او كل شانل سرعته 100 بت بير سكند،
وايضا الشانل الثاني كلهم نفس السرعة، ده طيب كلهم نفس السرعة، والثالث ايضا 100 بت بير سكند. زين، وكل سلوت يحتوي على بت، او خلينا نقول على 2 بت، يعني اخذت من كل شانل اخذت 2 بت. زين، هنا أنا بالفريم ارجع للفريم مالتي اللي هو الاوتبوت فريم، بمعنى ايش راح احط؟ احط في كل سلوت مخصص للجهاز 2 بت، هاي نقطة أولى. زين، حتى أحسب التايم أوف إنبوت سلوت هو عبارة عن قسمة منه نمبر أوف بت إن إيتش إنبوت سلوت، يعني هذا الرقم أقسم عدد البتات بكل سلوت الإنبوت سلوت أقسمه على البت ريت أوف وان شانل، البت ريت مال هذا الشانل إيش قد قيمته، يعني أقسم 2 على 100 يطلع لي 0.02 سكند. هذا من هو التايم مال انبوت سلوت، وهو نفس التايم مال اوتبوت فريم. اعيد، اقسم عدد البتات بانبوت سلوت على البت ريت مال وان شانل، مال اي شانل اللي هو كله قلنا متساويين، فاثنين على 100 يطلع لي التايم. شو يطلع لي؟ يطلع التايم مال انبوت سلوت وهو نفس التايم مال اوتبوت فريم. هاي القوانين الاولى. زين، بعد ايش عندي؟ بعد ما وجدت التايم مال انبوت سلوت اللي هو نفس التايم مال اوتبوت فريم، انتبهوا يعني. احنا ايش قلنا؟ قلنا كل فريم، هذا الفريم كل سلوت بالفريم موجود احط به 2 بت، لان لكل جهاز اخذت 2 بت، منو حدد لي؟ الانبوت سلوت. زين، السؤال ايش يقول لك؟ يقول لك كم بت بالفريم؟ شلون تحسب عدد البتات؟ او نقول بت ان ايتش فريم، ان ايتش اوتبوت فريم، الفريم هذا اوتبوت فريم. كم بت بالاوتبوت فريم؟ هسه تباوع هذا الفريم، هذا فريم، كم بت بي؟ انت حتقول 6. زين، شو عرفت 6؟ او شلون نصيغه بقانون؟ قلنا شو نقول؟ نقول نمبر اوف بت، نمبر اوف بت ان ايتش انبوت سلوت، الانبوت سلوت كم بت بي؟ 2. في نمبر اوف شانل، كم شانل عندي؟ 1 2 3، 3 شانلات عندي اللي هو الازرق والاصفر والوردي، اذا في 3 ويساوي 6 بت، وفعلا هي 2 ب 2 ب 2. ليش؟ يعني انا قسمت الاوتبوت فريم الى 3 سلوتات بعدد الشانلز، يعني نمبر اوف شانلز مضروب في كم بت بكل انبوت سلوت، الانبوت سلوت مو قلنا هذا 2، فاضرب 2 في 3 يطلع لي 6 بت. هذا القانون شو وقت استخدمه؟ لما ما عندي اكس رابت. زين، لما عندي اكس رابت نفس القانون بالاكس رابت، نمبر اوف اوف بت ان ايتش انبوت سلوت في نمبر اوف شانلز نفس الشيء، بس اضيف له الاكس رابت. ايش قد الاكس رابت؟ خلينا نقول هو الواحد دائما يكون، فيصير 2 في 3 زائد 1 ويساوي 7 بت، يعني 7 بتات بالفريم. اذا البت ان ايتش اوتبوت فريم هو عباره عن نمبر اوف بت ان ايتش انبوت سلوت، كم بت هنا في عدد الشانلات، كم شانل عندي؟ 3، فاثنين في 3 ويطلع لي 6. هذا اذا ماكو اكس رابت. اكو اكس رابت اضيف له الاكس رابت اللي قد قيمته يعطيني اياه اللي هو 1، اضيفه واحطه وياه راح يطلع لي. واضحه الفكره؟ ان شاء الله تكون واضحه. خلينا نكمل بالقوانين. بعدين القانون قوانين بعد المطلوب يقول لك احسب لي الفريم ريت، يعني كم فريم، يقول لك اي شيء يقول لك ريت يعني بير سكند، يعني كم فريم بالثانيه، فريم بير سكند وحده قياسه هي فريم بير سكند، كم فريم بالثانيه. خل ارجع للشكل اوضح لك اياها اكثر، خل نرجع ونوضحها اكثر. باور، احنا ايش قلنا؟ قلنا لكل شانلز سرعته او البت ريت مالته 100 بت بير سكند، وفي كل انبوت سلوت ايش حطينا؟ 2 بت. حتى اطلع عدد الفريمات، مو البت ان ايتش فريم، بت ان ايتش فريم حسبناه 6 بدون اكسترا بت، وهي الاكسترا بت تطلع 7، هسه انا نعتبرها بدون اكسترا بت. زين، نجي نقول حتى احسب، شو احسب؟ عدد الفريمات، هذا فريم الاول، ثاني، ثالث، ثلاثة، اربعة، عشرة، عشرين، مية، خمسين، ما اعرف كم فريم حتى اوصل هاي المية بت بير سكند كلها.
كم فريم؟ بعليه اقسم البت ريت مال انبوت شانل على البت، يعني بالعكس هالمره، مو قبل شويه حتى نطلع الزمن قسمنا 2 على البت ريت مال انبوت شانل اللي سميناه التايم. من اقسم هاي المية على 2 شو اطلع؟ اطلع الفريم ريت. اذا اقسم 2 على 100 تايم، 100 على 2 الفريم ريت، واكيد 2 على 100 الزمن دائما الزمن قليل، 100 على 2 ايش قد راح يطلع لي؟ 50. اذا 50 فريم بالثانيه، 50 فريم بالثانيه. خلينا نرجع 50 اذا اقسم هذا البت ريت اوف 1 شانل ايش قد البت ريت؟ كان 100 على كم نمبر اوف بت ان ايتش انبوت سلوت، بالانبوت سلوت كان 2 ويساوي 50. 50 شنو هو؟ فريم، يعني 50 فريم بير سكند. اذا هسه افتهمنا شلون نوجد عدد الفريمات بالثانيه، هو عمليه قسمه البت ريت ان وان شانل على النمبر اوف بت ان انبوت سلوت. هسه نجي مطلب اخر يقول لك الاوتبوت بت ريت. الاوتبوت بت ريت هو عمليه ضرب اللي وجدناه اول عمليه ضرب منه الاوتبوت فريم ريت، يعني الفريم ريت ايش قد وجدناه قبل شويه؟ وجدناه 50 في النمبر اوف بت ان ايتش فريم، عدد البتات بالفريم جد قبل شوي بدون اكسترا بت وجدناها كان 2 في 3 كان 6، فاذا 6 في 50 يطلع 300 بت بير سكند. اذا الاوتبوت بت ريت اللي هو مال لينك، يعني سرعه اللينك، من اقول ريت مال لينك او ريت مال اوتبوت يعني سرعه اللينك. سرعه اللينك هي عدد الفريمات في البت ان ايتش فريم، مو الايتش انبوت سلوت، لا ايتش فريم. كل فريم كم بت بي؟ انه 6. وكم كم فريم كان عندي؟ 50. فاضرب 50 في 6 يطلع لي البت بير سكند. بعد ما كملنا القوانين وان شاء الله تكون وصلتكم بصوره سهله، راح اعطيك فد ملاحظه واكيد كلكم تعرفوها بس الملاحظه للتاكيد للتذكير. انه البايت يساوي 8 بت كنا نعرفها، والكاركتر ايضا يساوي 8 بت. اي قيمه ينطيني اياها بها بايت بير سكند انه انا اضربها في 8، او كاركتر بير سكند اضربها في 8. وطبعا دائما البايت بالكابيتال، من يقول لك بالكابيتال بير سكند انه هي بايت، من يقول لك بت بير سكند هي بالسمول، من بالسمول هي بت، هذه هي بت، وبالكابيتال هي بايت. هاي ايضا انتبه عليها، من يكتب لك اياها كابيتال هي بايت، من يكتب لك اياها بالسمول البي هي بت. زين بعد ما اخذنا القوانين خلينا نجي ناخذ امثله ونطبق هذا الحكي عليها. المثال الاول يقول لك 4 شانلز سينكرونس تايم ديفيجن مالتيبلكس، يعني استخدمنا تقنيه تايم ديفيجن مالتيبلكس وذ داتا ستريمز فور ايتش انبوت، لكل انبوت شانل كانت السرعه مالته البت ريت مالته 1 ميجا بت بير سكند. خل اجي ارسم، طبعا الرسم ما مطلوب من عندك بس الرسم هو يقدر يحل لك السؤال، يسهل لك حل السؤال. تريد ترسم ما ترسم هاي انت بكيفك، بس الرسم يساعدك في حل السؤال هاي اول شيء. ثانيا انه الرسم اني يعني تقدر انت تحل بدون رسم وايضا يعتبر صحيح، بس الرسم راح يوضح لك الفكره اكثر ويخليك تحل بصوره اسهل. زين خلينا نجي كم شانل عندي؟ 4. 1 2 3 4، واجي انطي لكل شانل سلوت اللي هو الانبوت سلوت واجي اشوف كم بت بيها همينة بالسؤال. خلينا نشوف، بس قبل ما هذا ايش قلنا؟ ان السرعه مال او البت ريت مال كل شانل هو 1 ميجا بت بير سكند، 1 ميجا بت بير سكند، 1 ميجا بت بير سكند، 1 ميجا بت بير سكند. زين طبعا الميجا هاي الميجا شو تمثل لي؟ يعني 1 × 10^6 هاي وحدات. نجي خلينا نكمل السؤال. and the unit of data is 1 bit per channels، لكل شانل يعني الانبوت سلوت بيش قد؟ كل واحد بي بت، اخذت بت مو بت، يا قبل شويه قلت لكم اعطيتكم مثال بت ينال بت. زين هسه ورا ما هذه المعطيات خل اجي اني ارسم قبل ما اشوف شيء من عندي. اجي ارسم الفريم
عدد السلوتات بالفريم ايش قد احطها لازم؟ اربعة. ليش؟ لان الشنلات عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة. اجي اقسم الفريم واحد اثنين ثلاثة اربعة، هذا من هو؟ الفريم اللي هو منا الى هنا، هذا هو الفريم، هذا نقول عليه الاوتبوت فريم. وهاي السلوتات اللي هي الاوتبوت سلوت، كم سلوت عندي؟ عندي اربعة. زين بكل سلوت ايش قد راح احط كم بيت؟ على اللي عندي هنا عندي واحد، احط واحد 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 واحد. اذا وين نفسي هذا الفريم كم بت بي؟ اقول عندي بعد شو اقول؟ اقول نمبر اوف شانل ايش قد؟ اربعة. كم بت في الانبوت سلوت؟ واحد، يعني اربعة في واحد. اكو اكسترا بت؟ ماكو، يعني اربعة في واحد اربعة بت ان ايتش فريم، يعني كل فريم هذا اني قبل ما يسالني اني وجدته. اوكي، بعد ما سويت هذا الرسم، هذا الرسم كلش مهم. ما سويت هذا الرسم ورسمت السؤال، اجي هسه على المطلوب مطالب الاولى. المطلب الاول دا يقول لي find the input slot duration، يعني التايم مال input slot duration، يعني الزمن، الزمن مال input slot. هذا الانبوت سلوت، هذا الانبوت سلوت. قلنا حتى اوجد التايم مال input slot شا اسوي؟ اقسم واحد على السرعة، على واحد ميجا، يعني واحد على واحد في عشرة أس ستة، ويساوي واحد في عشرة أس ناقص ستة، هذا سكند، يعني يساوي لي واحد مايكرو سكند. ايش قسمت؟ الواحد على واحد ميجا. خلينا نجي على حل السؤال ونشوفه. أنا راسم لكم إياه أيضا هنا، وأعتقد واضح مثل ما رسمته قبل قليل. فإذا time of input slot هو عبارة عن number of bit in each input slot، كم بت عندي؟ واحد، على البت ريت ان 1 شانل، قسمت الواحد على الواحد ميجا، واحد يساوي 10 ناقص 6 ويساوي 1 مايكرو سكند. المطلب الثاني the output frame duration، ايضا التايم، التايم والاوتبوت فريم هو نفس التايم والانبوت سلوت، مو؟ وانا وجدته قبل القليل. اذا التايم والاوتبوت فريم نفس التايم والانبوت سلوت، وهو 1 سكند، 1 عفوا مايكرو سكند. زين نجي المطلب الثالث number of bit in each frame، هذا الفريم كم بت بي؟ قبل شوية قلنا هو أربعة، مبين البت in each frame هو عبارة عن number، ايش قلنا؟ number of bit in each input slot مضروب في number of channel اللي هو واحد اثنين ثلاثة أربعة، وقلنا أربعة في واحد أربعة بت. خلينا نجي على الحل مالته ونشوفه. number of bit in each frame هو عبارة عن number of bit in each input slot في number of channel، واحد في أربعة ويساوي لي أربعة بت. المطلب اللي بعده يريد الفريم ريت. إيش قلنا الفريم ريت؟ يعني كم فريم؟ أرجع للرسم مالتي، قلت إذا أقسم هذا هالمرة بالعكس، أقسم الواحد ميجا على واحد، يطلع لي الفريم ريت. بمعنى شنو الفريم ريت؟ عبارة عن البت ريت in one channel على number of bit in each input slot، اللي هو ايش قد؟ 1 في 10 اس 6 على 1، بالعكس يطلع لي 10 اس 6 فريم بير سكند، يعني 10 ميجا فريم بير سكند. نجي على المطلب اللي بعده. المطلب اللي بعده يريد الاوتبوت بت ريت، يعني الاوتبوت البت ريت مال اللينك. ايش قلنا البت ريت مال اللينك؟ عباره عن اضرب عدد الفريمات 10 اس 6 الاوتبوت فريم ريت في number of bit in each frame في الاربعه. فأقول 10 أس 6 10 أس 6 في 4 ويساوي لي 4 في 10 أس 6 شنو هذا؟ بت بير سكند. 10 أس 6 يعني ميجا، فيصير 4 ميجا بت بير سكند. وينتي حل السؤال. خلنا ناخذ سؤال آخر. سؤال آخر يقول لك أيضا 4 channels، أيضا 4 channels are multiplexing using time division multiplexing. If each channel sends 100 byte per second. شوف كاتب لك اياها، اذا كاتب لك اياها كابيتال هي هم بايت، بس هو كاتب لك اياها حتى لا تدوخ بيها. خلينا نجي نرسم هذا المالتيبلكسينج، وكم شانل عندي؟ اربعة، ايضا اربعة، ثلاثة اربعة. سرعة كل واحد 100، قلنا شنو؟ بايت بير سكند، 100
بايت بير سكند، 100 بايت بير سكند، 100 بايت بير سكند. شوف انا هنا حتى هم كتبت لك اياها بالكابيتال، هو كاتب لك اياها سمول لان كاتب لك الكلمه كامله، فماكو داعي اكتب لك اياها كابيتال او سمول كيف. المهم بس هو حدد لك بايت، قلنا البايت شو اسوي لي قدام؟ اذا بايت شو اسوي؟ اضرب في 8، يعني هاي ال 100 في 8 وتساوي لي 800 بت بير سكند، يعني كل واحد صار 800 بت بير سكند مو 100. زين خلينا نكمل السؤال. ده يقول لي وي مالتيبلكسينج 1 بايت، ايضا بايت بير شانل، يعني كل شانل كل انبوت سلوت ايش قد حطيت فيه؟ حطيت فيه 1 بايت، يعني كم بت؟ يعني 8 بت. اذا الناس قد حطيت 8 بت 8 بت 8 بت 8 بت، يعني شت 8 بت شنو هي؟ 1 بايت مو؟ لو قايل لي 2 بايت تصير 16 بت، واضحه الفكره؟ قايل لي 1 بايت اذا 8 بت، اذا انا قلنا نشتغل شنو؟ بالبت مو بالبايت، انتبه على هاي النقطه. نجي نكمل الاوتبوت لينك مالتي الفريم، الفريم هذا الفريم اوتبوت فريم، كم سلوت؟ 4، 1 2 3 4، في كل سلوت ايش قد احط كم بت؟ 8 8 8 8. هذا من هو؟ الاوتبوت فريم، وهذا منو؟ الانبوت سلوت. هسه اجي على المطالب، خل اقول كم بت بالفريم، خل هذا الفريم كم بت؟ 4 شنلات في 8 ويساوي لي 32 بت. شنو هذا؟ ان ايتش فريم، بكل فريم ايش قد يحتوي على بتات؟ 32 بت. لو قايل اكسترا بت وياه اضيف له اكسترا بت تصير 33، اضيف له زائد 1، بس هنا ما عندي اكسترا. يقول لك فاين، ايضا نجي شو يقول لك؟ فاين، اولا the input slot duration نفس الشيء، input slot قلنا شو قسم؟ 8 على مو على 100، على 800، انتبه هنا 8 على 800، لان احولها كلها حولناها كلها بالبيت، هنا راحت هاي ال 100، ال 100 ال 100 صارت شو صارت؟ صارت 800، خلينا نكتبها جديد، صارت هنا هاي نشطبها كلها الميات، شو تتحول؟ الى 800 بت بير سكند. يعني هنا تعاملت بالبيت، هنا أنا هم بت، ما يصير اقسم بت على بايت. يصير اقول بايت على بايت، 1 على 100، بس ما يصير اقول 8 على 100، 8 على 800 بت بت، فانت اشتغل كلها بالبت، لان هنا حتعامل كلها بالبت انا. فحول بت واشتغل على البت. اذا اجي خلينا نباوع السؤال اللي عندنا هنا، ايضا راسمك يا اني، اتمنى تكون واضح. ايش قلت انا حتى اوجد اقسم هذا باو هذا بايت، يعني ايش قد؟ 8 بت. هذا ايضا بايت 8 بت، وهذا بايت 8 بت والى اخره. وهنا الفريم ايضا كل فريم قسمته كل اربع سلوتات، كل سلوت بواحد بايت يعني 8 بت 8 بت 8 بت 8 بت. البت ان ايتش فريم 4 في 8 و32 بت. وهنا نشوف ال 100 ضربناها في 8 طلعت 800 بت. زين هسه ارجع. ايش دايرين من عندي؟ يقول لي كم بت تقص التايم اوف انبوت سلوت، ايش قلنا تايم اوف انبوت سلوت؟ اقسم ل 8 على 800. شنو 8 هي؟ نمبر اوف بت ان ايتش انبوت سلوت، البتات بالايتش انبوت سلوت على البت ريت ان 1 شانل. البت ريت ايش قد هاي البت ريت؟ هاي يسموها البت ريت مال 1 شانل، ما اخذها ال 100 100 بايت، اخذها ل 800، هاي صحيحه، هاي احملها بعد. زين اقسم 8 على 800 على 8 1 على 800، اذا 10 اس ناقص 2 تصعد 100 اللي فوق تصير 10 اس ناقص 2 سكن، يعني 10 يعني 1 في 10 اس ناقص 2 سكن يعني يطلع لي 10 ملي سكن، 10 ملي سكن، يعني اضربها هاي في الف، 10 اس ناقص 2 في الف تصير ملي سكن، فاذا اضربها في الف، اضربها في الف لألف ويا العشرة ناقص 2 تروح صفرين يبقى 10، يعني يطلع لي 10 ملي سكند. هذا شنو هو؟ التايم مال انبوت سلوت. المطلب الثاني التايم مال اوتبوت فريم، ديوريشن او التايم،
نفسه ممكن التايم مال اوتبوت فريم هو نفس التايم مال انبوت سلوت وهو 10 ملي سكند. زين المطلب الثالث نمبر اوف بت ان ايتش فريم، كم بت بالفريم؟ ايش قلنا نمبر اوف بت ان ايتش فريم؟ عدد الشانلات 4 في البت ان ايتش انبوت سلوت 8، فاقول 4 في 8 4 في 8 ويساوي 32 بت ان ايتش فريم. خلينا نشوف هنا 4 في 8 32 بت ان ايتش فريم. اريد الفريم ريت، ارجع للرسم مالتي بعلي الفريم ريت. انا ايش قلت قبل شويه؟ قلت اذا اقسم 8 على 800 اوجد التايم، اوجد التايم. لكن لما اقسم هسه اقسم 800 على 8، 800 على 8 شو اوجد؟ الفريم ريت 800 على 8 يعني شنو هو؟ سرعه الشانل بت ريت مال انبوت شانلز على البت ان ايج انبوت سلوت. حسب القانون اقسم 800 على 8 البت ريت 1 شانلز على النمبر اوف بت ان ايج انبوت سلوت 800 على 8 ويطلع لي 100 100 فريم بير سكند، 100 فريم بير سكند. نجي المطلب اللي بعده، اريد الاوتبوت بت ريت مال لينك. سرعه اللينك هو عباره عن عدد الفريمات اللي هي ايش قد عدد الفريمات؟ 100 في البت ان ايتش فريم. ايش قد وجدنا؟ مو وجدنا 32، كانت 8 في 4 ويساوي لي ايش راح يساوي لي؟ 3200 بت بير سكند، وهذه هي سرعه اللينك مالتي او الريت الريت ان اوتبوت لينك. والى هنا ننهي محاضرتنا. يبقى لنا المتبقي من السينكرونس انه انا اذا كان عندي اكسترا بت واكو ايضا ملاحظات اخرى حناخذها بالمحاضره القادمه ان شاء الله. وشكرا جزيلا، اتمنى استفاديتم من هذه المحاضره. ان شاء الله نتواصل وياكم محاضرات قادمه. كان معكم الاستاذ حسين من كليه رافدين الجامعه.